اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب بضيفي العزيز وطبعا صديقي واحد طبعا يعني ابرز رؤساء الاتحادات اللي عمل شغل الفتره اللي فاتت، كابتن احمد الغتوالي رئيس اتحاد البدل وبطل العرب. طبعا كابتن احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مفيش حد بقى اسعد منك النهارده. الحمد لله. الحمد لله. الصحه ومنورنا يا كابتن، والف مليون مبروك. ربنا يخليك. مشكور. معانا احد نجوم الفريق والجميل ما شاء الله انه لسه يعني شاب. البدل كان دايما بيبقى اعمارهم بتبقى اكبر شويه، ولكن واضح ان بدات تستقطب نجوم ولاعبين كبار في سن صغير. بنرحب بنجم طبعا الفريق ونجم منتخب مصر جورج وكيم. اهلا بيك يا جورج. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ منورنا. نورك. مبروك. وتيشيرت منتخب مصر ده حاجه يعني عايز اقول لك انا بشوف التيشيرت ده يعني جسمي بيقشعر. لا بجد. لا ده فخر لاي طبعًا. رياضي ان هو يلبس فانيله منتخب مصر في اي رياضه. احييك بجد يعني، لانه فعلا انا مبسوط يعني حتى من ان انت جاي للقاء لابس تيشيرت منتخب مصر. ده دي ما بقلعهاش. ربنا يديك الصحه وان شاء الله هتكسب تاني وتوصل بطوله عالم وتكسر الدنيا يا رب. ونشوفك في احسن ان شاء الله الترتيب. شكرا كابتن احمد. يمكن احنا اتقابلنا هنا في نفس الاستوديو من فتره وكان تاهلنا لكاس العالم. طبعا. كنا وكان حلم كبير وكان لسه المشروع لسه في بدايته وكنت لسه بتخطط، خاصه حضرتك رئيس الاتحاد المصري وكمان رئيس الاتحاد العربي، فكان عندك حلم كبير. كلمني من ساعه بقى اخر لقاء يعني سريد لي كده لغايه ما وصلنا بطوله عربيه في الامارات في عناوين كده. لا الحمد لله طبعا كان خطوه التاهل لكاس العالم في اول سنه اشهار دي كانت خطوه قويه جدا بالنسبه لنا، وخصوصا ان يمكن التصفيات كانت صعبه وكنا بنلعب فيها منتخبات اقدم مننا بكتير في اللعبه، وكانوا يمكن خدوا فتره اكبر في التجهيز وكان يعني خبراتهم اعلى. الشباب الحمد لله رفعوا راسنا في تصفيات كاس العالم، ويمكن المشاركه في كاس العالم كان بالنسبه لنا هدف كبير ورساله قويه للمجتمع الرياضي المصري والدولي ان مصر موجوده في البادل عشان تنافس، مش موجوده عشان خاطر مجرد تمثيل مشرف. طبعا انك تصعد لان هم تقريبا نفس الناس اللي احنا لعبناهم في تصفيات كاس العالم، هم نفس الناس اللي لعبناهم في بطوله العرب. يمكن انك تصعد للقمه صعب، ولكن تبقى هناك اصعب بكتير. الله ينور عليك. صحيح. فطبعا كنا رايحين هناك كنا احنا حاطين في بالنا القصه دي، كنا عارفين ان فيها هيكون ان شاء الله بطوله عربيه مع تاسيس الاتحاد العربي، فكنا حاطين هدف واضح بالنسبه للموسم ده ان احنا لازم نفوز بالبطوله العربيه. جهزنا للمدرب الارجنتيني، رجع بقاله 4 أو 5 شهور الحمد لله، قدر ان هو يحط برنامج اعداد قوي بالنسبه للاعبين، قدر ان هو يصعد لاعبين تانيين للمنتخب. فالحمد لله رحنا في البطوله العربيه وكانت مشاركه يمكن تاريخيه، لان دي برضه 11 دوله صح؟ كانت نسخه تاريخيه. لان احنا دايما في كل قبل كده يمكن البطولات اللي بيشارك فيها المنتخبات العربيه كنا دايما بنلاقي ان في 5 6 دول، قدرنا ان احنا نوصل ل 11 دوله. طبعا التاريخ هيسجل ان اول نسخه تاريخيه للبطوله العربيه فاز بها المنتخب المصري، فيمكن كان عندنا حافز كبير. وانا دايما برجع وبقول الفضل بيرجع للعيبه ان هم كانوا على قد المسؤوليه فعلا ورفعوا راسنا هناك، وما كانتش بطوله سهله خالص، كانت يمكن المستويات كانت عاليه. فالحمد لله ربنا وفقنا وكله بالتخطيط السليم ومجهود الشباب، الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز بالبطوله العربيه الاولى. لا ما شاء الله. ويعني مشوار اللي عايز ينجح لازم ياخد الطريق ده ولازم ياخد الطريق الصعب. وجورج يعني اجي لك يعني ليه البدل؟ انت كنت مثلا هل كنت لعيب سكواش لعيب تنس قبل البدل؟ انا كنت لعيب تنس في منتخب مصر برضو، بلعب من وانا عندي 4 سنين، وبعد كده سافرت بطولات كتير بره وجات لي فرصه ان انا ادرس في امريكا والعب بره باسم الجامعه. بعد ما اتخرجت حبيت ان انا ارجع مصر اشتغل هنا وابتدي اكمل حياتي في مصر طبيعيه، وبعد كده ابتدت بقى رياضه البادل، ابتدينا نلعب بالراحه واحده واحده كده مع صحابنا. بعد كده فجاه باشمهندس احمد غتواري اسس الاتحاد المصري، فجاه ابتدى يبقى فيه بطولات. طبعا بشكره ان هو من رؤساء الاتحادات اللي فعلا بيشتغل لتطوير الرياضه، مفيش اي حاجه تانية مصلحه شخصيه او كده، فبيساعدنا ان احنا دايما يبقى فيه بطولات، دايما يبقى فيه سفر. ساعه جامد قوي، واسس الاتحاد العربي طبعا مع ناس كتير قوي من دول مختلفه، فدي حاجه خلت اللعبه تجذبنا ونبتدي نتمرن اكتر، نهتم بيها اكتر، ونبتدي نبص نلعب بطولات بره. فابتدت كده، ودلوقتي طبعا الموضوع كبر جامد. قلب جد. قلب جد فعلا. صح. بس عايز اقول لك ان انت قصه حدوته بقى، يعني انت الله اكبر كان منتخب مصر تنس ارضي، وبعد كده طلعت جامعه في امريكا لعبت. وقعدت كام سنه في امريكا دي؟ قعدت 4. في انهي ولايه؟ في نبراسكا. وبعد ما خلصت التنس الارضي المفروض انت ترجع بقى نفسك مفتوح اكتر للتنس الارضي، لا رحت انت عامل شيفت كارير خالص. والبدل عجبتك ولعبت فيها، بس على فكره ده حظ البدل الحلو ان يبقى لعيب نجم في التنس الارضي يجي يلعبها، فاكيد هتألق فيها. هو احنا كلنا يعني في كمان يعني زملائي في المنتخب واللي كانوا يعني ناس كتير بتلعب الرياضه، كلنا
كنا بنلعب تنس أرضي من زمان، فهي حظي وحظ اللعبة يعني، هي حاجتين كويسين اتقابلوا فالدنيا ماشية يعني. نفسك يعني توصل مع البادل لنقطة بعيدة؟ طبعا ده حلمي يعني، خلاص يعني، نفسي ان احنا واحدة واحدة مصر تبتدي تخش وانا ابتدي برضو اسافر واحتك بره بالاجانب واشوف مستواي رايح فين وكده، وواحدة واحدة ده الهدف في الاخر يعني، ان انا اسيب كل حاجة في حياتي واركز بس في البادل. جورج، انت لعبت الثلاث محطات اللي فاتوا سواء تصفيات كاس العالم او كاس العالم، لعبتهم التصفيتين دول؟ لعبتهم يعني، كنت مع الاتحاد في منذ اشهار وفي المحطات كلها يعني. انت واخد الموضوع من الاول. طيب شايف الدنيا ازاي؟ يعني انت برضو شاب ووسط الشباب، وانا بقول ان اللعبة دي بتنتشر انتشار مرعب يعني. انا خليني اقول لك انه انا ليها حب رهيب يعني، ليها جاذبية بشكل ما تفهم، شكل الملعب بقى، شكل المضرب، الكورة يعني، اللي ليها جاذبية، اللي بيعدي جنب الملعب بيقول انا عايز العب، لسه بقول لك قبل الهوا انا عايز العبها. صح. فليه، ايه سبب ان الشباب يعني بيروح للعبة دي؟ هي احلى حاجة فيها ان هي رياضة ينفع اي حد يلعبها. صحيح. انا كتير بشبهها بالكورة، انه اي حد ممكن يلعب كورة، دي نفس الحاجة، ممكن اتنين اربعة اصحاب عاديين يروح يلعبوا، مش لازم الواحد يبقى بيلعبها او بيمارسها بشكل احترافي، ممكن يكون بس بيعرف يمشي الكورة هو والثلاثة اللي معاه، فهو بيقضي وقت حلو، فيبتدي ياخد خطوة ويبتدي يروح مرة واثنين وثلاثة في الأسبوع، يبتدي مستواه يتحسن، يتمرن شوية يعني. هي رياضة أي حد ممكن يلعبها، ودي أحلى حاجة فيها. فبتلاقي الناس كتير قوي الإقبال على عايزة تحجز ملاعب، وتلاقي الملاعب على طول محجوزة، فنبتدي الناس تكتر ملاعبها، فتلاقي الدنيا عمالة تكبر. وطبعا الشركات وكده بتلاقي ناس كتير قوي عايزة تلعبها، فتبتدي ممكن تستثمر فيها والدنيا تمشي كده، فدي بس احلى كويس حاجة فيها. كويس ان انتوا كمان حاسين بده، وكويس اللعيبة برضو يا كابتن احمد يعني. برضو خلينا اقول، انت حضرتك انت يعني في الاول والاخر انت رئيس اتحاد مش بتلعبش، بس اكيد انت سعيد بالكلام ده، سعيد ان 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 اللعبه بتنتشر كده، وان بدات انديه كبيره زي النادي الاهلي عمل ملعبين، انديه كتير ومراكز كبيره في مصر بدات تعمل الملعب ده ويبقى فيها انتشار. طيب القاعده كل ما هتزيد ده لمصلحتك، ولا الوضع هيكون ازاي، ولا انت مش مستعجل الانتشار يعني؟ انت كرئيس اتحاد وجهه نظرك ايه؟ والله بس انا دايما وجهه نظري ان اي حاجه عشان تنمو لازم تنمو بطريقه صحيه. احنا ساعات يعني حتى لو يعني بنبص لها، ان النهارده اصبحت الرياضه اصبحت صناعه. النهارده الرياضه ما اصبحتش بس مجرد ان في حد موهوب فانت بتحاول تمرنه، انت بتحاول تبني كل الايكو سيستم اللي حواليه او كل منظومه الرياضه اللي حواليه بحيث انها تكون رياضه ناجحه. فانت بتبص على مجموعه عوامل موجوده، من ضمن مجموعه العوامل زي ما حضرتك بتتكلم موضوع الانتشار، ولكن الانتشار لازم يكون معاه انتشار ونمو صحي. مقصود بيها ايه؟ يعني مثلا مع الانتشار ده لازم يكون في قاعده مدربين مؤهلين، لان غير كده انت بالنسبه لك لو انت نميت بسرعه جدا حس ان الناشئين اصبحوا بيتمرنوا مع ناس غير كفء مع الطبيعي، في تشوه في المستوى الفني مش وغير كده ممكن يجي اصابات للناشئين. فاللعبه تاخد سمعه ان هي بتجيب اصابات. لو انت النهارده بالنسبه لك بدات عدد الملاعب تزيد وانت مش قادر تخدم الانديه، يبقى انت في الاول وفي الاخر الانديه هتبطل تستثمر في اللعبه. فاظن ان هو النمو اللي بيحصل حاليا نمو جيد جدا، واحنا سعداء بيه جدا. وطبعا النتائج اللي بيحققها المنتخب المصري دي يمكن بتبقى حاجه جاذبه جدا للشباب ان هم يكملوا يلعبوها. ولكن في نفس الوقت برضو احنا حاطين خطه لمده 5 سنوات قادمه بحيث ان احنا نوصل لاهدافنا في الاطار النمو الصحي للرياضه البادل داخل مصر ان شاء الله. طب كابتن، يمكن جمعيتك العموميه دلوقتي اصبحت كام نادي؟ انا ليه بقول جمعيه عموميه؟ مش موضوع انتخابات او خلافه، ولكن هي على قدر ان انا عايز اعرف انت الاكسباند بتاعك ايه، يعني اعضاء جمعيتك العموميه، الانديه اللي بتلعبها كم نادي دلوقتي؟ لا بص، هو دلوقتي طبعا احنا بدانا نشوف ان الانديه بدات تخش في اللعبه بصوره كبيره، ولكن اللي احنا بنحاول نعمله حاليا مع كل الانديه ان احنا السنه دي نبدا دوري الانديه، ودي حاجه مهمه جدا. يعني السنه دي اول دوري؟ السنه دي ان شاء الله هتكون بدايه دوري الانديه، واحنا بنحاول دايما الانديه احنا عارفين بعتوا الانديه يا كابتن؟ ارسل. جالك كونفرميشن من كام نادي انه هيشارك؟ لا لسه، احنا عندنا الديد لاين نص 11، احنا لسه يمكن مخاطبينهم قريب، ولكن هدف من الدوري الانديه ان احنا نقول للانديه ان احنا هنا ده رقم واحد. ورقم اثنين، لازم يكون الدوري الانديه نفسه جاذب ماديا للانديه، لان الانديه النهارده عندها نشاطات كتيره جدا، وفي انديه بتعاني من ناحيه طبعا الماليه طبعاً. فهو النهارده مش قادر يصرف على نشاط زياده لو في حاله النشاط دوت مش هيكون ليه عائد في المستقبل. فاحنا بنحاول نعمل دوري انديه مختلف بفكر مختلف. ازاي يا كابتن؟
عن طريق برايز ماني كويس جدا كويس. بحيث ان هو على الاقل يبقى قادر يصرف على النشاط وكل مدى نكبر البرايز ماني بحيث ان هو في الاول وفي الاخر يبص للبادل بالظبط كده بالظبط كده ان هو يبص. احنا في الاول لحد النهارده يمكن كان الاتحاد هو واخد الدور الرئيسي في نشر اللعبه. احنا عايزين الانديه معانا، عايزين، لان في الطبيعي ما كنتش انا اللي بدور على لعيبه المنتخب، الطبيعي ان الانديه عندها فرقها وانا في الاخر بنتقي من ضمن الفرق دي. احنا عشان حبينا نكبر بسرعه وعشان حبينا نحقق نتائج بسرعه احنا خدنا الدور من الاول. احنا يمكن في برضو خبر ان احنا مسافرين ان شاء الله الشهر الجاي باراجواي كاس عالم ناشئين باراجواي. حلو جدا. واول ده تأهلت لها يعني بال بال بال, بال يعني بال يعني طبيعي ولا كان ليها تصفيات؟ لا، بالتصنيف الدولي اللي عندنا الحمد لله في الناشئين، لان احنا هنكون اول فريق عربي وافريقي اسيوي، لان هم زون واحد في الاتحاد الدولي، لان لسه اللعبه يعني محتاجه بالظبط كده، بيتاهل لكاس عالم ناشئين ولاد وبنات. فاحنا بدانا عن طريق ان احنا عملنا تجارب كتيره جدا، وكان الاتحاد المصري هو المنوط ان هو بيدرب الناشئين دول، وده دور كويس جدا، ولكن مع الوقت لازم الانديه تبدا تاخد الادوار دي بالشكل الطبيعي لاي نشاط. بالظبط كده. فاحنا حاليا شغالين على الخطه دي، والفتره الجايه ان شاء الله هتكون الانديه ليها دور كبير معانا، لان احنا من غيرهم صعب جدا ان احنا نكمل المسيره. ستراكشر لازم يكمل. بالظبط. يعني الشكل الهرمي لازم يكمل. طب جورج، انت بتتمرن لوحدك ولا يعني مرتبط مع نادي، ولا يعني ازاي بتحافظ على مستواك؟ لا، انا حاليا طبعا لما المدرب بتاعنا الأرجنتيني بيبقى هنا، احنا عندنا جدول تمارين ثابت في الأسبوع، حاجات بتبقى individual أو مخصصة لكل لاعب معاه هو، وساعات طبعا بنتمرن كفريق. لما المدرب بتاعنا بيسافر يرجع الأرجنتين الفترة دي، أنا بشوف أنا بتمرن لوحدي، وبنتجمع كده كلنا ونلعب زي ماتشات ودية مع بعض عشان المستوى يفضل مكمل. وطبعا بحاول دايما ابقى بسافر بره وبحتك بالاجانب وحتى باللعيبه العربيه. طب انت في العادي بتتمرنوا فين مع المدرب الارجنتيني؟ في ساعات بتبقى ناحيه التجمع، وساعات بتبقى ناحيه اكتوبر في الملاعب هناك، يعني هنا او هنا. يعني تمرينكم بيبقى كام ساعه تقريبا؟ بتقعدوا هل ممكن يبقى على فترتين في اليوم، ولا هي فتره واحده تدريب؟ يعني كلمني اكتر عن تدريبكم. لا، بتبقى في فترات مختلفه، يعني قبل ما السلكشن او ان هو يختار مين هيسافر مع المنتخب بتبقى بنتمرن حوالي ساعتين في اليوم، ولما خلاص بنتصفصف ونبتدي نفهم بقى مين طالع اكتر وهو اختار مين بالظبط، بنبتدي ممكن نزود نكتر من الجرعه التدريبيه. بس اللعبه محتاجه فتنس جامد جدا بامانه. يعني طبعا انتوا في ماتش في بطوله العالم قعدتوا 6 ساعات صح؟ ستة. ده ماتشات كاس العالم، بس ده يعني رقم مفزع، 6 ساعات في وكان قدام ايران تقريبا صح؟ ده يعني في التصفيات. التصفيات قعدتوا 6 ساعات. أوه. ده مين اللي استحمل ده؟ يعني انتوا عايزين فتنس، ده انتوا عايزين سوبرمان. ده هو فتنس. كمان اللي بيبقى قاعد بره بيبقى بيتعب اكتر من اللي بيلعب جوه. يعني لا، احنا برضو كنا محظوظين ان كان معانا مدرب فتنس الاتحاد موفره لنا ناس كتير. مين؟ طبعا مين اسمه؟ حقيقي طبعا كابتن علي مظهر. نعم حقيقي طبعا. فهو ساعدنا قوي في وقت التصفيات، وخلانا كتير نبقى واقفين على رجلينا ونستحمل حتى القعده بره، صدقني صعبه جدا. فالقعده بره وبعد كده تنزل تلعب ماتش. الصوره دي كانت فين مثلا؟ خلينا نتكلم. الصوره دي كانت في نهائي بطوله العرب العربيه. دي كانت الفاينل. فاينل ده قدام الكويت صح؟ قدام الكويت. وده المدرب بتاعنا هو بابلو. برغم ان احنا خسرنا منها في المجموعه بس كسبنا الفاينل. الحمد ماتش لله. ماتش عصبي شويه ده تلاقيه اكيد يعني. انا يمكن يعني انا لما خسرنا من الكويت في المجموعه يمكن الشباب كلهم، وده انا حاجه بحييهم عليهم، لان انا دايما بقول الفرق القويه لا يتم تعريفها بالنتائج ولكن ايضا يتم تعريفها برد الفعل. صحيح. فبصراحه هم كلهم تكاتفوا على قلب رجل واحد وقعدوا مع بعض وقالوا احنا مش ممكن نخسر تاني، وكانوا حاسين بالمسؤوليه الكبيره رغم ان في منهم كتير سنهم صغير ويمكن اول مشاركه ليهم مشاركه دوليه، ولكن كان ماتش صعب جدا، لان زي ما بقول لك الناس كانوا نازلين في الاول. انت لما تبقى انت حامل اللقب بيبقى الناس نازله لك عايزه تاكلك. يعني طبعا. فهم احنا فوجئنا بحق شرعي طبعا. فوجئ بس الحمد لله قدروا ان هم يعني يكون رد فعل قوي، وفي النهائي قدرنا نفوز. ومنتخب مصر يعني الناس كلها حست ان منتخب مصر مكانه في حته تانية الحمد لله. طيب في المستقبل. انت كرئيس اتحاد عربي وكرئيس اتحاد مصري، حاسس نظره الاشقاء العرب لمصر في اللعبه دي ايه؟ شايفين ان خلاص احنا يعني دايما مصر بتاخد الرياضه في اي شيء بامانه؟ يعني خلينا نتكلم بامانه بالذات في الرياضه. شايف النهارده نظره الدول الاشقاء العرب لينا ايه؟ شايف هل هم التجربه المصريه النهارده
يعني محط انظارهم. كلمني عن، انا الحاجات دي الحقيقه بتبسطني لما اسمع حاجه ايجابيه في الاتجاه ده. بص، الحمد لله احنا داخل مجلس اداره الاتحاد العربي الحمد لله كلنا على قلب راجل واحد، ولازم نقول برضو ندي للدول كلها حقها ان هم كلهم من الاول خالص كانوا في ظهر المشروع، وكانوا في ظهر ان هم كانوا حاسين ان فعلا مصر عندها حاجه تضيفها للاتحاد العربي، وعشان كده تم اختيار مصر في الرئاسه وفي المقر القصه دي كلها. مقر الاتحاد العربي هنا، مقر يعني الاتحاد العربي، مقر الاتحاد العربي هنا، هنا مستضيف يعني داخل مقر الاتحاد المصري. هو طبيعي لما احنا بيبقى عندنا مقر الاتحاد العربي داخل الدوله بيبقى يعني داخل برضو المقر الاتحاد، لما الموضوع يكبر وهتعمل اكيد مقر خاص للاتحاد العربي بالظبط كده. فهو يعني طبعا الناس حاسين ان احنا تجربتنا تجربه ناجحه جدا، لان احنا فتره قصيره جدا ما كانش في تصفيات كاس العالم ما كانش حد مرشحها خالص انك تتاهل، يعني يمكن الناس كلها كانت بتتكلم بعديها ان هم متفاجئين، ايه ده مصر يا جماعه، مصر كسبتنا ازاي؟ نو تايم بالظبط كده. ودلوقتي في البطوله العربيه حسوا طبعا ان المنتخب المصري منتخب قوي، وزي ما حضرتك قلت يمكن هي التجربه المصريه، يمكن احنا السنه اللي فاتت كنا ثالث اكتر دوله في العالم فيها بطولات دوليه، يعني الشباب برضو مستواهم اتطور بالتمرين وكل حاجه، ولكن لو انت ما وفرتلهمش احتكاك يبقى هو مستواهم مش هيتطور. فالحمد لله كان عندنا 7 بطولات دوليه قدروا يحتكوا بيهم، فاوفرول هم شايفين ان التجربه المصريه الحمد لله لحد الان تجربه ناجحه، ولكن احنا طموحنا ما بيقفش هنا، احنا طموحنا ان احنا زي ما حضرتك قلت احنا يمكن حاليا الحمد لله مسيطرين على الناحيه العربيه، ولكن احنا دورنا ان احنا يكون لنا دور كبير على المستوى الدولي كمان. صحيح، وده التارجت الحقيقه لازم بالطبيعي يكون فيه، وبالشغل اللي انتوا بتعملوه لازم اكيد ده يبقى يعني التطور الطبيعي والحلم الطبيعي طبعا. بس خلينا نشوف يعني برضو مع جورج احد نجوم المنتخب، انت بتشوف برضو متابع اكيد البطولات الدوليه والعالميه، شايف ان احنا ممكن، يعني انا دايما بسال السؤال ده، شايف ان الحلم ده قريب ولا شايف ان احنا لسه عندنا شغل ومحتاجين شغل وتعب وعرق اكتر؟ لا طبعا احنا الموضوع مش بعيد خالص، ايا كان فين في العالم دايما في فرصه ان الواحد يتحسن، بس احنا دلوقتي احنا عندنا بطولات دولية عندنا حوالي 8 أو 7 السنة دي، فده رقم كبير. دولية هتبقى بره مصر ولا جوه مصر؟ لا جوه يعني مصر. الاتحاد بيوفرها لنا هنا، فده وبيجي لاعبين دوليين يلعبوا. صح، ممتاز. فده برضو دور كبير من الاتحاد بيلعبوا، انه بيوفر بطولات دولية فبيوفر على اللعيب مبالغ كبيرة قوي اليومين دول، ان الواحد يسافر ويحتك بالناس دي، وده احنا تقريبا من اكتر الدول اللي مش هقول بس في العرب، ممكن في العالم تبقى عندها. هو لسه بيقول باشمهندس بيقول ان هم احنا تالت دولة في العالم تنظيم بطولات دولية، فاحنا ده طبعا حاجة كبيرة بتوفر لنا برضو، غير انه الاتحاد بيوفر علينا مبالغ طبعا بيساعدنا ان احنا نحسن ترتيبنا الدولي. فالنهاردة لو انا بعد ال7 8 بطولات دول حبيت انا اسافر انا على حسابي او على حساب اي حاجة، بروح برانك عالي فبتقبل، فبخش وابتدي العب على طول بدل ما ابتدي اصفي وممكن اخرج من التصفيات على طول. فكل ده طبعا بيبين ان الطريق الصح، ان انت على الطريق بيبين الصح، ان احنا مش بعاد خالص، وانه بس اكيد طبيعي زي اي حته في العالم اكيد ممكن نتحسن، يعني ده في أكيد. اي حته في الدنيا مش حلو بس التفكير يعني. ده وحلو يعني ان انت عارف ان احنا ممكن قريبين، وثقه وتفكير انه حاسس انه على الطريق. بس انا عايز اعرف واسال واقف شويه عن البطولات الدوليه اللي انت بتنظمها دي، فكرة جديرة بالاحترام ان انت النهاردة بتجيب للعبتك لعبة العالم كلهم هنا وبتنظمها. بتنظمها ازاي؟ الفكر ازاي؟ هل معاك شركاء، شركات او مشابه او سبونسرز بيساعدوك؟ هل بيبقى في ميزانية من الدولة من وزارة الشباب والرياضة بتوفرها لك؟ روح لي في الاتجاه ده، من غير حتى ما نقول اسامي الشركاء، بس من غير نروح في الاتجاه ده، ازاي بتنظم البطولات دي وازاي بتضمن نجاحها؟ والله انا يعني زي ما قلت لحضرتك في الاول، احنا من الاول خالص عندنا فكر واضح في الاتحاد المصري للبادل، ان احنا الهدف لو احنا عايزين يبقى يكون لنا دور على مستوى العالم في رياضه البادل، يبقى لازم يكون مصر من ضمن الهبز اللي موجوده في العالم في رياضه البادل، مش بس في تنظيم البطولات الدوليه، ولكن يجب ان اللاعب المصري يلاقي كل اللي هو محتاجه عشان يكون بطل داخل بلده. ما ينفعش ان هو النهارده بالنسبه لنا طول ما احنا عشان خاطر لعبتنا تبقى ابطال لازم ابعتهم سواء اسبانيا او فرنسا او كده، يبقى في الاول وفي الاخر انا مش بس بكلمك على البطولات، انا بكلمك على التدريب. احنا عندنا طبعا احنا عندنا النهارده منظومه بتدرب المدربين، احنا ما ينفعش نكون احسن لعيبه في العالم لو احنا ما عندناش احسن مدربين في العالم، ويبقى عندنا احسن حكام كمان بالظبط كده، وعندنا المنظومه حتى المدربين مش بس بتوع البادل، المدربين اللياقه البدنيه، مدربين الحته النفسيه، الحته دي كلها لازم اللاعب
الناشئ المصري يبقى حاسس ان هو مش محتاج يسافر عشان يبقى بطل، لا انا ممكن ابقى بطل جوه بلدي، جيب لك هنا الدنيا. فطبعا وفي الاول وفي الاخر انا دايما بنرجع وبنقول ان النجاح نجاح منظومه وليس نجاح شخصي. النهارده بالنسبه لي انا ممكن اكون اتحاد ناجح جدا، بس لو انا ما عرفتش انسق مع الناس اللي بتشتغل معايا سواء بقى من رعاه سواء من شركات سواء من ان هم ينجحوا معايا، انا في الاول في الاخر مش هنجح. فبصراحه برضو لازم نقول ان وزاره الشباب والرياضه بقياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي من اول يوم كان في ظهرنا جامد جدا وداعم جدا كبير جدا للرياضه. كل الشركات بصراحه اللي بتخش معانا بيكونوا داعمين جدا، لان احنا اللي احنا بنتشاركوا معاهم ليست بطوله ولكن هي رؤيه. احنا بنقول لهم انتوا انت بالظبط كده، انتوا شركائنا في النجاح. انا عشان اوصل من النقطه دي للنقطه دي مش هوصل لوحدي، احنا كلنا مع بعض عشان بنصنع رياضه. النهارده تعتبر اكبر رياضه يمكن بتكبر على مستوى العالم، دي حاجه كلنا شايفينها. فعايزين مصر يكون ليها دور، وانا لوحدي مش عارف اعمل حاجه. فبنحاول نخلق منظومه ناجحه بايكو سيستم ناجح، ان كل واحد يبقى فيها واخد اللي هو عايزه، ونوصل في الاول وفي الاخر لان احنا كلنا موجودين هنا لخدمه اللاعب. احنا ما ننساش ان اللاعب هو الاسنت، هو السلسله، الحلقه الاهم في السلسله كلها بالظبط. فاحنا بنحاول ان احنا نوفر له الظروف ان هو يوصل للي هو عايزه في حلمه الرياضي. نعم، يعني انت يعني شايف الحمد لله انه حتى الان عناصر المنظومه، عناصر وشركائك في المنظومه، سواء دعم الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، الرعاه والشركاء، شايف لغايه حتى الان الدنيا ماشيه معاك في الاتجاه الصح بدليل انت بتحقق نتائج. الحمد لله الحمد لله. وده برضو حاجه تضيف لك، وخليني اقول لك ان انت هيشهد التاريخ. يعني خليني اتكلم معاك بكل امانه ان هنيجي بعد 30 سنه لما البدل ده الله اعلم هيكون في حته تانية طبعا، هيتقال اول رئيس اتحاد كان مين والاشهر مين. فانت النهارده يعني بتكتب اسم المصري كبير، وفي نفس الوقت بتكتب اسم لنفسك ان انت احد او اول رئيس اتحاد اللعبه او اول رئيس اتحاد اشتغل الشغل ده. طبعا دي حاجه بتسعدني ان انا اكون طبعا يعني مستضيف حضرتك. طب يعني جورج خليني اكلمك في رؤيه مع فرقتك. النهارده يمكن مع اول حلقه عملتها كنت لاحظت شويه انه ممكن يكون في اعمار كبيره كانت في المنتخب، وده وضع طبيعي لان كانت البدايه لسه في اولها. وانا سعيد النهارده ان شايفك لسه شاب في بدايه العشرينات او يعني في منتصف العشرينات بتمارس اللعبه دي. شايف النهارده هل احنا بدينا بنستقطب الفئه اللي هي بتاعه العشرينات والتسعتاشرات ودي، ولا لسه برضو بنعتمد بشكل كبير على الكبار؟ لا يعني احنا طبعا المنتخب دلوقتي اتغير عن وقت التصفيات. طبعا اللعيبه الكبار اللي ابتدت المشوار دي حطتنا على اول الطريق زي ما بيقولوا، فدي طبعا حاجه تحسب لهم. دلوقتي الفريق يعني انا اعتبر من اكبر الناس فيه وانا 28 سنه ما شاء الله. ففي لعيبه كتير قوي شباب ف 23 24، فدي طبعا حاجه كويسه جدا انه لسه قدامنا كتير، وحاجه تحمس اللعيبه برضو الصغيره بقى اللي هي 17ات و18ات ان هو انت مش بعيد، انت ممكن سنه او اتنين وتبقى وسطينا. ما هو خلاص انت طالما 19 20 انت كده عديت يعني لسه شاب طبعا، بس خلاص انت ممكن تلعب معانا. وفي ناس من الجونيورز اوريدي ابتدوا يحتكوا بينا وابتدوا يدونا ماتشات جامده ما بقيناش بنكسبهم بسهوله. فده طبعا ترجع تاني للمنظومه ومنظومه التدريب، وان هم محطوطين طبعا مع مدرب شاطر قوي بيمرنهم كويس. فدي حاجه بالعكس تحمس كل الناس، وبتحمس حد زي انه لا انا محتاج افضل اشتغل اجمد من اللي انا بعمله، عشان انا طبيعي زي اي رياضي عايز افضل موجود، مش عايز حد يعني عجبني كمان ان انت حاسس يعني بص يعني هو مش شرط مش لعيب بس يعني الله اكبر يعني خلي بالك ده مشروع عضو اتحاد برضه خلي بالك طبعا انا يعني بشتغل له انتخابات من دلوقتي يعني هو عنده رؤيه وما شاء الله حاسس بالبلان المحطوطه. يعني بيبقى مهم جدا اللعيبه تشاركك طبعا في ده، وانتوا كلكم هارموني واحد وماشيين في اتجاه واحد. النهارده انت عندك احصائيه كم ملعب في مصر موجودين دلوقتي؟ بص هو عدد حصر الملاعب في مصر صعب جدا، لان انت بالنسبه لك في ملاعب في انديه وفي ملاعب في اماكن خاصه وفي ملاعب في كومباوندات وفي ملاعب يعني احنا حاليا بنحاول يمكن لسه مشكلين لجنه قريب لحصر عدد الملاعب في مصر. ولكن طبعا الحصر ليس بالسهل اللي احنا بنتكلم فيه، ولكن احنا بنتكلم ان احنا في مصر يمكن عدت 1200 1300 ملعب بادل في مصر، عدد كبير جدا طبعا، وبينمو بطريقه سريعه جدا 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 يعني اكثر ما كنا نتوقع. طب انت بدات تشكل مناطق زي الاتحادات الاخرى منطقه القاهره والجيزه مثلا ولا لسه الموضوع ده هو يعني المناطق ليها لوائح معينه؟ احنا لسه اللوائح ما وصلناش للمرحله اللي هي في اللائحه اللي احنا نبدا
نقسم في مناطق، ولكن طبعا دي خطوه. انا دايما بقول للناس ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا فتره قصيره نقف على رجلينا، نقف على رجلينا، بس برضه ما ننساش ان الاتحاد بقاله معلش انا مستعجل انا مستعجل شويه لان انت عليك طموحاتنا. لا طبعا لا بالعكس انا مستعجل، خلي بالك الناس كلها بتقول لي طب اهدى شويه يعني واحده واحده، بس بالعكس كلنا كلنا مستعجلين. بس هو يمكن احنا بقالنا يعني اقل من 18 شهر من ساعه الاشهار، فيمكن في حاجات معينه بتاخد وقت، ان هو محتاجين عدد انديه معينه في المحافظات عشان نبدا نعمل مناطق وكوادر. طبعا مش بس محتاج كوادر معاك كمناطق، والنهارده لازم تقسمها زونز وهتعمل ايه، والمناطق هيبقى دورها ايه، مش بس انشاء مناطق وخلاص. طبعًا. فانت كويس ان انت مش مستعجل ده، وزي ما انت تقول انت عايز تنمو بنمو صحي طبعا وبدراسه، ما يبقاش نمو وانتشار ومن باب الانتشار فقط. طيب اللي عايز يمارس اللعبه برضو دي حاجه مهمه يا جورج، يعني في لعيبه او في دلوقتي بيتفرج علينا اب وام عايزين ابنهم يلعبها، اب لعبها فعجبته عايز ابنه يلعبها، ايه اللي ممكن يروح يلعب فيه؟ برضو خلي بالك مش كل الناس تقدر تخش كومباوندات، مش كل الناس تقدر تخش مثلا نادي الاهلي، هل في اماكن ممكن تبقى عامه يقدر يمارس فيها ولا لسه ما وصلناش للمرحله؟ انا بحرق حاجه، هو احنا دلوقتي اهم قطاع الفتره الجايه نهتم بيه هو قطاع الناشئين، لان احنا النهارده اظن ارسلنا رساله للمجتمع الرياضي المصري ان البادل رياضه قائمه، رياضه تنافسيه، عندنا فيها منتخبات، انت ممكن تشارك، انت ممكن تلعب. فاظن دلوقتي الفكره كلها ان الرساله وصلت لاولياء الامور وللاهالي، لا ان ابني ممكن يبقى بطل في الرياضه دي، ومصر هيكون ليها دور اكيد في الرياضه دي ان شاء الله. فاحنا النهارده بدانا برنامج اسمه الطريق الى 1000 ناشئ، هدفنا ان احنا نوصل 1000 ناشئ بيتمرن بصوره احترافيه للبادل في خلال السنه القادمه دي. ممتاز. وقريب جدا هم لو تابعونا على صفحات التواصل الاجتماعي او عن طريق الفيسبوك والقصه دي كلها هننزل اتحاد البادل اتحاد البادل هينزل يلاقي مجموعه اكاديميات معترف بيها من الاتحاد المصري للبادل داخل الاكاديميات دي. احنا بنوفر مدربين وبنوفر نظم تدريبيه، لان احنا عارفين ان النهارده مفيش العلم الكافي اللي ممكن اقول لمدرب روح مرن حد بادل، فاحنا بنجيب له برنامج من بره، احنا حطيناه من بره مع احد احسن مدربين البادل الناشئين في العالم. فالاماكن دي بقى مختلفه، في انديه، في انديه خاصه، في المحافظات، في الاقاليم. فاظن ان هي هتبقى ممكن اي حد عايز يتمرن بادل هيلاقي من احد الاماكن جايد دي جايد ان هو يقدر او ارشادي يقدر منها خلالها يروح لاقرب مكان ليه. بالظبط كده. فده قصدي. طب برضه خليني اتكلم معاك بكل امانه برضه، لان اكيد اللي بيتفرج علينا ممكن، هل بيبقى فيه مقابل مالي؟ هل بيروح يتمرن بيدفع حاجه؟ هل بيبقى ولا بتبقى مبالغ برضه الاسره المصريه تقدر يعني تدفعها؟ لا طبعا هو في مبالغ ماليه اكيد، لان هو طبعا احنا بندفع للمدرب وللملعب والقصه دي كلها، ولكن احنا بنحاول نخلي دايما الاسعار اقل من الاسعار السوق العاديه. انتوا داعمين الدنيا. بالظبط. داعمينها بشكل كبير. طبعا البادل ما زلت لازم نعترف ان هي ما زالت رياضه تعتبر نوعا ما رياضه غاليه، ليست رياضه كل العاب المضرب كده. بالظبط كده، ليست رياضه يعني النهارده ممكن تقارن برياضات اكثر منها او ممكن بالظبط كده. يمكن التنس الطاوله مش غالي قوي، بس السكواش والتنس الارضي غاليه. بالظبط. فاحنا بندعم البرنامج دوت عن طريق بصوره او باخرى عشان نزود عدد الناشئين، ولكن ما اقدرش اقول ان هو برده في مستوى اسعار الرياضات اللي هي اكتر منها اكتر شعبيه يعني. بس الفتره الجايه ان شاء الله انا متاكد ان لما السوق يكبر وعدد يزيد فهيكون كل مدى هو بيوصل لناس اكتر. طب هل الطريق ل 1000 ناشئ ده مدخل معاك الوزاره فيه ولا ده مجهود الاتحاد فقط؟ لا طبعا هم الوزاره بتدعمنا في اي حاجه يعني. احنا الحمد لله اي حاجه، والنهارده هنعمل ان شاء الله قريب دوري جامعات ودوري مدارس، فاحنا يعني كل حاجه الحمد لله بنعملها من اول ما نتكلم فيها مع الوزاره وبدون دعمهم الكامل فيه. ولكن طبعا الوزاره دورها في الاول وفي الاخر هو دور رقابي ودور ان هو بيسندك وداعم. بس برضه ما فيش مشكله في دعم مادي، لان يعني نفس الكلام اللي حصل في السكواش وكان في حلم كبير وتبنته اللي هو وزاره الشباب والرياضه، ممكن يكون في البدل كده. طبعا طبعا يعني ممكن تقدم مشروعك وممكن الوزاره يعني بيتهيألي اكيد مش هتتاخر الوزاره. طبعا لا انا عايز اقول لحضرتك ان هو فعلا من ضمن الحاجات، وانا برجع وبقولها، من اكثر الداعمين لينا الوزاره ومعالي الوزير دكتور اشرف صبحي، وبصراحه ما فيش اي حاجه بنطلبها منهم غير ان هم بيدعموني، لان هم برضو اكيد حاسين بان احنا بنعمل مجهود وبنعمل نتائج. طبعا. طب جورج، يمكن مواصفات لاعب البدل ايه؟ يعني برضو يعني ايه اللي انت شايفه؟ هل لازم يكون اكس لعيب مضرب زيك مثلا عمل شيفت وراح من التنس الارضي للبدل، لعيب سكواش وراح البدل، لعيب تنس طاوله وراح البدل، ولا مش شرط يكون لعيب مضرب؟ يعني المواصفات اللي انت شايفها اللعيب محتاجها ايه؟ لا هو طبعا بره في اسبانيا مثلا وكده، نتكلم على اسبانيا ان هم من تقريبا هم والارجنتين احسن دولتين اللعيبه طبعا اوائل العالم، هم ما لعبوش تنس ولا حاجه، هم ابتدوا بادل من وهم كانوا زي 4 سنين. فطبعا ده احسن سيناريو ممكن نتكلم عنه. بس لو هنتكلم حد جاي من باك جراوند او من خلفيه في مضارب
معينة. التنس أكتر حاجة قريبة هنتميز سنة عن بتوع السكواش عن لعيبة التنس الطاولة. فبس طبعا إن شاء الله بقى مع نمو اللعبة دي، مع نمو البادل والقاعدة الكبيرة دي، إن شاء الله الناس تبتدي أو اللعيبة تبتدي بادل من وهي صغيرة. ده أحسن حاجة ممكن، عشان بعد بقى 15 20 سنة يبقى هم بادين اللعبة دي من الأول الصغر. خالص. طيب قبل ما انتهي الفقرة دايما بناخد كده مع بعض يعني حلم، ونتقابل يا سيدي بعد 6 شهور سنة احنا حلمنا مع بعض طبعا. كان أيام تأهل كأس العالم، والحمد لله ربنا جاب الأحلى والأحلى ليكوا الفترة اللي فاتت ولينا والمصري طبعا. حلمك إيه يا جورج؟ أنا هقول لحضرتك على حاجتين، حلمي الشخصي وحلمي مع منتخب مصر. من فضلك يلا. حلمي الشخصي إن أنا أخش جوه المية الأوائل على العالم، ومع المنتخب بقى إن شاء الله يعني يا رب كأس العالم اللي جاي أو اللي بعده نخلص جوه الثمانية. إن شاء الله. التمن وهيحصل ونحتفل معكم بإذن الله إن شاء الله. يا أنا رب. شايف في العينين إن شاء الله مليانة رغبة وما فيها يعني حماس. والشيء اللي انا شايفه ده، انا هنا بستضيف ابطال كتير، بس انا شايفه في وشك وفي عينيك والعينيك اللي بتلمع ان انت عايز تحقق، ان شاء الله هيحصل يا رب ان شاء الله. طب نسال رئيس الاتحاد، مش هينفع بقى مش برضه يا جماعه يعني مش لعيبه بس ليه احلام برضه. لا لا يا باشمهندس، هو يعني هو يمكن الحمد لله الواحد دايما بيقول ان الاهم من الحلم ان الواحد يبقى عايش الحلم نفسه. يعني يمكن دلوقتي الحمد لله حاسس بان انا عايش الحلم. ان الواحد كنت بقول للشباب اخر مره وانا داخل المؤتمر الصحفي في الامارات، وشايف ان هو مصر الحمد لله واخده وضعها الطبيعي من حته الرياضه والقصه دي كلها. ده اظن حلم اي شاب بيحب بلده، يعني ان هو يحط بلده في مكانتها. يمكن الواحد ممكن يتنازل عن حاجات شخصيه ليه هي، بس لما تيجي عند بلده بيحاول دايما يحطها في مكانتها. يعني فهو يعني يمكن احنا الحمد لله حاليا عايشين الحلم، مش عايزين نحلم بعيد قوي، بس اتمنى ان يكون دي بدايه طريق ان مصر يكون ليها دور ريادي ودور كبير وفي رياضه البادل، وان ابطالنا يقدروا يحققوا احلامهم، لان احنا موجودين عشان خاطر هم ان شاء الله يقدروا يوصلوا للي هم عايزينه. اسمح لي احييك يا باشمهندس واتمنى لك كل التوفيق، واشكرك كمان انت كنت معايا طبعا باشمهندس احمد الغتواري او كابتن احمد الغتواري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل. بشكرك ونورتني وشرفتني يا كابتن. انا اللي انا اتشرفت بيك، بشكرك جدا على الاستضافه. جورج طبعا نورتني وشرفتني وسعيد جدا بيك وسعيد جدا بتجربتك، وهنتقابل في يوم من الايام هكون حققت حلمك ان شاء الله. بشكرك ان شاء الله. شكرا لك يا كابتن، ويعني شرف لينا ان احنا نبقى قاعدين مع حضرتك يعني وعلى القناه طبعا قناه الاهلي يعني. نورتنا يا كابتن. شكرا. اعزائي المشاهدين فاصل وهنطلع بعد الفاصل عشان نستقبل 2 نجوم زي جورج برضو، وكان ليهم دور كبير جدا في البطوله العربيه اللي فاتت. هيكون معانا يوسف وحسام، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حلقتنا عن البادل المصري. منتخب مصر واللي فاز بالبطوله العربيه منذ ايام من 27/9 ل 1 اكتوبر في الامارات في اول نسخه تاريخيه في مشاركه 11 دوله عربيه، والفوز بها اكيد كان امر صعب. مكملين حلقتنا وبنرحب بضيوفنا نجوم المنتخب اللي كان ليهم دور كبير في الفتره اللي فاتت. بنرحب بشريف مخلوف كابتن كبير واحد نجوم الفريق. اهلا بيك يا كابتن شريف. اهلا بيك، منورنا والف مليون مبروك على البطوله العربيه. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. اكيد كمان بنرحب بيوسف حسام نجم الفريق واحد ابرز اللاعبين في منتخب مصر البادل. منورنا يوسف. كابتن هيثم نورك، شكرا. يوسف ابتدي معاك، يعني انت كنت معاهم من بدايه المشوار، تصفيات كاس العالم، بطوله كاس العالم، وبعد كده بطوله عربيه. كلمنا عن المشوار وابتديته ازاي، وكان اول كول ليك او اول استدعاء ليك مع منتخب مصر كان ازاي؟ يعني كلمني عن الرحله حتى الان في عناوين برضه. والله الرحله معايا بدات في البادل من شهر 12/2021، يعني سنتين، رحله مش طويله قوي بس مليئه بالحاجات الكويسه والانجازات. بدات معايا اول مشاركه ليا مع منتخب مصر كانت قبل تصفيات كاس العالم، كان في بطوله كده بس يعني كانت حاجه تنظيميه ويعني شبه وديه. واول حاجه كبيره شاركت فيها كانت تصفيات كاس العالم، كان بقالي 6 شهور او 8 شهور بلعب بادل ساعتها. فطبعا يعني كنا بنلعب منتخبات بقى لها كتير بتلعب صحيح. وعندهم خبره، فده كان حاطط شويه ضغط علينا كلنا ان احنا لسه برضو داخلين حته جديده كلنا، زي ما جورج كان بيقول ان احنا جايين من التنس، جايين من شريف تنس انا تنس، فان احنا داخلين رياضه جديده بننافس مع منتخبات عندها خبره وبتلعب، حتى لو مهما كان انت ليفلك قد ايه بس لعبه جديده بالظبط، المجال بالنسبه لك جديد. فكنا كان في شويه ضغط على اللعيبه، بس من اول بطوله شاركنا فيها قدرنا نثبت ان مصر باللعيبه بتاعتها حتى اللي يعتبروا مش بيلعبوا بقالهم كتير
لا احنا من المنتخبات الثقيله زي ما بيقولوا، يعني لو احنا برافو انت على كده يعني حاجه الاحساس بده مهم، ان انت تحس ان احنا لا احنا موجودين، ده احنا من التقال يعني زي ما بيقولوا. فقصدي من اول مشاركه شاركنا فيها اثبتنا نفسنا، واللعيبه والمدربين والجهاز الفني بقياده المهندس احمد غتواري بصراحه يعني حاسين ان احنا ماشيين في اتجاه، فاهم قصدي؟ ما فيش اي تشتيت، ما فيش اي حاجه قبل البطوله، في تمرينات بنظبط، يعني حاسين ان الموضوع بادئ بطريقه احترافيه قوي قوي. من اول مشاركه ليا مع المنتخب عرفنا نثبت نفسنا وتاهلنا لكاس العالم، وكسبنا منتخبات جامده زي منتخب اليابان، منتخب ايران، الحاجات دي السنه اللي فاتت في تصفيات كاس العالم. انتوا قعدتوا تلعبوا ده ماتش بالظبط، ما اعرفش ازاي كانت ماتش. انا يعني اللي بيتفرج تعب، ما بالك اللي بيلعب. بالظبط. لا وانت بتلعب ماتشك بعد كده بتخلص ماتشك، لو انت بدات بتقعد تشجع ساعتين ثلاث ماتشات مثلا او ماتشين بعديها بتقعد تشجع بقلبك، فانت ده لو اول ماتش، لو اخر ماتش بتقعد تشجع خمس ست ساعات، بعد كده تنزل انت ماتشك بعد خمس ست ساعات تشجيع لازم تلعب، فالموضوع بيكون مرهق. بس روح الفريق بصراحه وان انت بتلعب باسم بلدك وعلم مصر والكلام ده، انا عن نفسي بيلهيني عن اي حاجه يعني بصراحه. انا بس برضو بحييك ان انت جايب تيشيرت منتخب مصر كمان زي جورج. طبعا انا يعني مش قصدي، يعني اكيد طبعا كل اللعيبه لما تيجي منتخب مصر طبعا. وانت كمان ده تيشيرت منتخب مصر، تيشيرت المنتخب دي سود. الاسود بقى بتاعه باللونين، انا افتكرت تيشيرت تاني، بس انتوا جايين تيشيرت منتخب مصر، ده قمه العز بالتيشيرت. والانرجي والويلنج اللي انتوا بتتكلموا بيه ده انا سعيد بيه جدا، وسعيد بالتجربه، وحاسس قد ايه انتوا حابينها. ولازم برضو اسال شريف نفس الكلام، انت النهارده بدات ازاي مع البدل؟ ليه بدات بدل؟ هل انت كنت برضو ايه التنس؟ لان هو طبعا يعني يمكن يوسف قال برضو، كلمني عن تجربتك، يمكن انت بدات معاهم متاخر شويه بس برضو اثبتت وجودك. احنا انا بدات تنس وانا عندي 6 سنين، كلها بدات تنس في نفس الوقت، كنت منتخب مصر، والسنه اللي فاتت كنت مرشح اخش منتخب البادل، بس انا كنت لسه برضو بلعب تنس، ما بطلت تنس السنه اللي فاتت وما كنتش مركز فيه 100% يعني. وبعدين لما لقيت الرياضه بتنمو والرياضه بتتحسن في مصر، قررت ان انا ابطل تنس يعني واتجه للبادل. وسافت كنت مرشح زي ما بقول لك ان انا اخش المنتخب، بس المدرب ما اختارنيش، وفضلت شغال على نفسي، والسنه دي الحمد لله قدرت اخش الفريق يعني، وحققنا البطوله، ده اهم حاجه في الاخر. وهم طبعا وصلوا كاس عالم السنه اللي فاتت، وده برده اهم حاجه يعني. ما شاء الله، ولسه العمر قدامك، انت الله اكبر 25 سنه يعني، لسه قدامك بطولات وبطولات يعني جايه لك. طيب البطوله العربيه كلمني عنها بقى اكتر شويه، كان اصعب ماتش ايه بالنسبه لنا؟ كان ترتيب الماتشات ازاي؟ يعني كنا بنلعب كام ماتش في اليوم؟ يعني كلمني بقى بتفاصيل اكتر عن البطوله العربيه. احنا لعبنا مرتين بس ماتشين في اليوم، غير كده في العادي بنلعب ماتش منتخب واحد في اليوم. تمام. طبعا احنا خسرنا من الكويت في المجموعات، احنا زي ما يوسف فاكر مجموعتنا كانت كام؟ مجموعتنا كام فرقه ومين فاكرهم؟ كنا خمس فرق، خمس فرق. كان معانا السودان وسوريا. لا تاني معلش، المجموعه كانت خمس فرق معانا، السودان وسوريا والكويت والاردن واحنا والعراق واحنا دول كانت مجموعتنا. دي مجموعه احنا فزنا كل الماتشات ما عدا الكويت هم تاني اتقل في فرقه. تمام. في المجموعه فخسرنا منهم في المجموعه، وزي ما يقول احنا يعتبر اتقل منتخب في الوطن العربي، فطبعا ده كان بالنسبه لنا صدمه يعني، ويعني وقفنا مع نفسنا وقفه واتكلمنا وقلنا ما ينفعش كده، الناس هنا جايه تكسبنا وجايه حاطه عينيهم علينا يعني وكده. والحمد لله قدرنا في نص النهائي نكسب قطر، قطر برضو من المنتخبات التقيلة، ولعبنا تاني الكويت في النهائي. طب الكويت لعبت مين في قبل النهائي؟ الإمارات. الإمارات برضو منتخب كويس طبعا، لأن هي مستضيفة البطولة، يبقى أكيد بالظبط عندهم فرقة كويسة. بس فقدرنا نكسب الكويت في الفاينل 2-0 الحمد لله، وكان يعني ماتش قعد فترة طويلة ولا كان صراحة يعني لا يعني كأننا اللي هو كان عندنا حاجة عايزين نثبتها. فكان في الماتش الأولاني نزلنا شوية، تاني ماتش يوسف نزل خلصه بسرعة يعني، كان عندنا كأننا نازلين عندنا رسالة نوصل لهم إن اللي حصل ده صدفة يعني. طب قول لي يعني سعيد بالتجربة بتاعت البدل اللي أنت خضتها، برغم يعني أنت كنت لعيب كبير في التنس وعامل مستوى جيد، يعني سعيد بتجربة البدل، شايفها تجربة حلوة وعايز تكمل فيها؟ بصراحة مبسوط، ويعني نفسي أوصل يعني أشارك في بطولات عالمية برة، ونفسي يعني أقدر أحقق فيه، بالذات إنها الرياضة لسه جديدة، فهيكون اسمي من أول الناس اللي اتحققت الكلام ده يعني. شايف، أنت خلصت جامعة مش كده؟ درست ميجور إيه أو دراسة إيه؟ أنا كنت فاينانس في AUC. ما شاء الله، يعني انت حتى كنت يعني، طب انت شغال دلوقتي ولا لا انا مركز في البادل. برافو. من دلوقتي كله يعني قصدي اقول ان انت يعني
بيبقى حلو جدا لما تبقى متفوق في الاثنين، يعني دراسه وفي نفس الوقت متفوق في لعبه، فده طبعا اكيد حاجه كويسه. بس ان شاء الله هتحقق حلمك باذن الله وهتكسر الدنيا. يوسف، يمكن البطوله العربيه كانت صعبه، فاكر انت احلى ماتش لعبته ايه؟ والله زي ما شريف كان بيقول، النهائي بتاع الكويت كان كان في يعني من الجروب ستيجز او المجموعات، لما خسرنا من الكويت كانت مفاجاه، بس كانت مفاجاه حلوه عشان فوقت الفريق كله. يعني احنا كنا داخلين، انت كنت كل كام لاعب، كام لاعب في البطوله دي شارك؟ لاعب منتخب مصر ولا لا؟ المنتخب بتاعنا 6 لعيبه وبيكون 2 احتياطي. 2 احتياطي 8 وطبعا الهيد كوتش الارجنتيني بابلو سيستي مدرب الارجنتين، هو معاكم جهاز فني واحد بس ولا هو اللي بيختار التشكيله وهو اللي كان بيحط الترتيبات؟ يعني انا كنت كابتن الفريق، فكنت بروح له مثلا بالليل يحط التشكيله وبتاع، يتكلم معايا تاني يوم نحط التشكيله. وهو ما كانش بيحب يقول مين هيلعب ومين ما يلعبش، عايز كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه على استعداد، تفكير سليم طبعا 100%. فكان دايما ما خلينا جاهزين. والماتش بتاع الكويت الاخراني كان زي ما قلت لحضرتك، يعني في المجموعات حصل شوك كده لينا، فوقتنا كلنا. فكنا داخلين زي ما كابتن شريف بيقول، داخلين النهائي عايزين نثبت حاجه، نثبت ان احنا لا، احنا اللي حصل ده يعني مش طبعا، يعني كل التحيه لمنتخب الكويت طبعا، طبعا منتخبات تقيله جدا، بس احنا عارفين قيمه فرقتنا ومنتخبنا فنيا عامل ازاي. يعني احنا فنيا بنتكلم فنيا، لا ما نخسرش بالظبط. فانتوا كنتوا عايزين تثبتوا ده وتقولوا ان هو ده كانت يعني كبوه يعني بالزبط. بس على فكره دايما يعني بتفائل بخساره ماتش في المجموعه، انا كده دايما بتفائل بده. زي منتخب الطايره الرجال خسر من الجزائر في مجموعته هنا بطوله افريقيا، طلع فاينل قبل الجزائر كسبها، نفس السيتويشن بتاع مظبوط. والارجنتين في كاس العالم عملت كده مع السعوديه، خسروا السعوديه مجموعات، خدوا كاس العالم. شوف ما انا بقول لك، فالحاجات اللي بتبقى في الاول دي بتبقى فعلا بتفوق الفريق كله وبتخلي كله منتبه. بس دي بتعتمد على معدن ال بقول لك الصوره دي فين؟ الصوره دي فين؟ الصوره دي بعد ماتشي اظن مع قطر، وده مدرب اللياقه البدنيه اللي كان حاضرني، ده مدرب اللياقه البدنيه الخاص بتاعي، وهو مدرب اللياقه البدنيه بتاع منتخب قطر. اسمه سلمان. سلمان سلمان يعني كان بيحضرك هو مدربي، بس هو مدرب منتخب قطر في نفس الوقت. في نفس الوقت فهو بعد الماتش جه حياك على مستواك وعلى المستوى اللي انت اديته بالظبط. انت خلصت جامعه برضه يا يوسف؟ انا لسه في جامعه. انا كنت عايش معظم حياتي بره، كنت بلعب تنس، عشت في حتت كتير، عشت في امريكا سنتين، عشت في فرنسا 3 سنين، عشت في اسبانيا سنتين، عشت في النمسا سنتين. بتنقل مع عيلتك ولا؟ لا لوحدي. انا كنت بلعب تنس، انا كنت مصنف 8 على العالم في الناشئين في التنس، فانا كنت عايش بره وبلعب تنس فول تايم. عشان كده كنت حاطط الجامعه، يعني انا كنت ببقى فيزيكلي بره، فما كنتش بعرف ساعات في امتحانات غصب عني كانت بتفوتني، كان بيبقى عندي بطولات بره. عادي عادي عادي، بتتاخر في الدراسه شويه يعني كل لعيبه على فكره، كل لعيبه بره كده بياخد الجامعه على مهله طيب انت يعني بس اكتر وقتك دراستك كانت فين؟ في امريكا كدراسه بقى؟ لا دراستي هنا في مصر. هنا في مصر. هنا في مصر بس انت عايش بره، بتتمرن مع بره، بتشارك من بره زي ماير شريف مثلا دلوقتي. بالظبط. الاكاديمي اللي ماير شريف بدات فيها في اسبانيا دي، المدرب بتاعها انا اعرفه شخصيا، كنت بتمرن لما كنت قاعد في برشلونه، فكنت عايش نفس الحياه دي. بس لما البادل جه بقى الدنيا اختلفت شويه، انا برضو حصل لي ظروف عائليه وكده، فاضطريت اجي اقعد في مصر سنه. بعد كده دلوقتي رجعت تاني اتجه لنفس الطريقه اللي هي بروفيشنال وكده، بس مع ان انا بمشي بقى في الجامعه وبرضه ايه مش سايبها زي الاول لما كنت قاعد فول تايم بره يعني. بس خليني اقول لكم يا يوسف، ان يوسف مثلا شريف جورج انتوا اضافه قويه للبدل، يعني وجود لعيبه نجوم في التنس اللي هي اقرب لعبه طبعاً للبدل بالباور ده طبعاً بالمستوى ده، بتهيأ لي صعب يحصل في اي دوله بره طبعا. يعني يعني دي برضو حاجه كويسه، وانتم مؤمنين بالفكره، يعني مؤمنين ان انتم عايزين تعملوا الحلم اللي انتم كنتوا بتعملوه في التنس بالزبط، عايزين تعملوه في البدل صح. فده هيدي باور على فكره، دي حاجه كويسه جدا، خاصه انتم ما شاء الله سنكم صغير. دي حقيقه. انا 25 برضو زي شريف، وزي ما حضرتك بتقول هو بيدي ادفانتج او 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 بلس كبير من ناحيه المهارات في اللعبه ومن الناحيه المعنويه برضو. يعني احنا طول عمرنا بنلعب بطولات عالميه، بنلعب باسم بلدنا، بنلعب بطوله افريقيا، فالرهبه بتاعت بطولات المنتخب او الايفنتات الكبيره دي مش عندكم، مش مقصره فينا قوي زي ما مقصره في بقيه المنتخبات. الناس اللي هي بتلعب بادل ما لعبتش بطولات عالم، ما لعبتش بطولات افريقيا والحاجات دي، فبتساعد طبعا. وكمان هم بيكونوا عارفيننا من التنس، هم كان اللي كان لعيب التنس بتاعت المنتخبات الثانيه، فلما بييجوا يشوفوا يوسف مثلا كان جامد في التنس وبقيه المنتخب برده معظمها لعيب التنس، بيكون عارفين يعني ممكن يكونوا مثلا ما شافونيش بلعب انا المره دي، اول مره اطلع منتخب، بس عارفين ان انا في الملعب هبقى واحد بروفيشنال، هبقى عارف مش بتمارس اللعبه هاوي، لا ده انا راجل محترف وكنت واخدها يعني احتراف. مثلا مش هيتحقق، ممكن ابقى كسبان مثلا، مش هوقف الماتش لاني مثلا نمت. كلهم بيبقوا عارفين يعني ان كلنا جايين من باك جراوند تنس وعندنا الاكسبيرينس بتاعت المنتخبات وكل الكلام ده، فبيدينا برضو ادفانتج على المنتخبات التانية. طيب يعني احنا بنصفي مع
افريقيا واسيا صح مش كده في تصفياتنا سواء كاس العالم تبقى افريقيا واسيا شايفين التصفيات اللي جايه هو كاس العالم بيتعمل كل كام سنه الاول يعني في واحد السنه الجايه هو كل سنه كل سنتين كل سنتين 2020 و2021 حصلوا ورا بعض عشان الكورونا بس غير كده هو كل سنتين طب يعني اللي جاي امتى جاي السنه الجايه ان شاء الله يعني بيبقى في اخر السنه سبتمبر اكتوبر 24 قبلها بشهرين بالظبط 2024 السنه اللي فاتت كان كده فغالبا السنه الجايه طب انتوا شايفين انه هيبقى برضه تصفيات افريقيا مع اسيا ولا ممكن النهارده بالسنتين دول يكون حصل توسع كبير فيفصل بقى الزون دي ولا انتم مش شايفين ده شايفين انه برضه هنقدر بنفس السيستم اللي فات لا والله ممكن زي ما حضرتك بتقول فعلا ان هو يخلي افريقيا لوحدها عشان مثلا السنه اللي فاتت في التصفيات ما كانش معانا منتخبات زي تونس والمغرب ودخلوا في دلوقتي في بطوله العرب اظن المغرب خدت رابع او خامس الامارات الرابع اظن خامس فالمغرب بقت موجوده تونس بقت موجوده السودان الاردن العراق البلاد دي عمرنا ما شفناها كل دول في افريقيا فكده اظن ممكن افريقيا تستقل بذاتها شويه تستقل. في التصفيات او حتى لو ده ما حصلش في اللي جاي فهو ديفينتلي هيحصل في اللي بعده لانه التوسع رهيب انا شايف اللعبه يمكن اكتر لعبه في العالم انتشار طبعا. النهارده لان هي يعني ممتعه جدا ما تحسش بيها وفي نفس الوقت بتستقطب عدد كبير جدا من الشباب غريبه طبعا. يعني الموضوع طبعا. مرعب تطور رهيب جدا وانتشار كبير جدا طبعا. طب خليني يعني برضو اسالك يا شريف يمكن اكيد ليك امل طموح عايز توصل له من خلال مشاركتك في البدل اكيد نفسك توصل لرانك عالي على المستوى الشخصي اكيد عايز توصل مع منتخبك لمستوى عالي او توب 8 او توب 5 مثلا على العالم كله شايف الحلم ده بعيد يعني يمكن سالت السؤال ده لجورج وعايز اسمع رايكم برضه لا انا حاسس ان الحلم بتاع المنتخب مش بعيد خالص بالذات ان كلنا شغالين وماشيين وحاسس احنا كمنتخب شغالين على الطريق ماشيين على الطريق الصح ولو مكملنا زي ما احنا وكل واحد ركز وفضل زي ما هو انا شايف ان السنه الجايه ان شاء الله في كاس العالم نقدر نحقق نبقى توب 8 عادي خالص وحتى هم لما راحوا السنه اللي فاتت كاس العالم مستواهم ما كانش بعيد خالص وكان في كذا ماتش يوسف لسه بيقول كسبوا يعني في كاس العالم نفسه يعني مثلا يبقى 1-1 ويخسروا اخر ماتش بالعافيه طبعا كانت اول مره فاكيد ما كان ما بتبقاش اسهل حاجه لسه اتحاد جديد لسه بيبقى فيه غلطات مثلا بيبقى فيها حاجات في عادي يعني وهم كانوا قريبين يحققوا مركز احسن من اللي هم شايفها مش بعيد فانا شايفها مش بعيده خالص و... وعندنا وقت لسه نشتغل يعني ان شاء الله واكيد ده يعني هيجي بطلب المنظومه كلها بنفس الفكر ونفس الاتجاه طب يوسف كلمنا عن بطوله العالم كاس العالم خلي برضو الساده المشاهدين يعرفوا احنا عملنا ايه لعبنا مين يعني احنا اتكلمنا عن بطوله العربيه تمام تفصيل كبير في الفقره اللي فاتت ودي محتاجين نتكلم عن كاس العالم رحنا قابلنا مين لعبنا مين البطوله كانت فين يعني احكي للساده المشاهدين تجربتنا في كاس العالم هو كاس العالم نفسه كان قبليه التصفيات بتاعته مش هتكلم فيها كتير خالص بس احنا كسبنا منتخبات جامده جدا زي منتخب اليابان ده منتخب يعني بيلعب اللعبه بقاله كتير منتخب ايران ده منتخب برضو بيلعب اللعبه بقاله كتير فبعد كده لما سافرنا كاس العالم كان في دبي انت اتحطينا في المجموعه طبعا الموضوع بيبقى زي قرعه اتحط في المجموعه مع مين ممكن تخبط في اسبانيا ممكن تخبط في الارجنتين واحد واثنين على العالم احنا مجموعتنا كانت مع فرنسا ثلاثه على العالم فدي كانت يعتبر اقوى فاكر مين أقوى. مع فرنسا احنا فرنسا ومين المجموعه لا صعب الصراحه يعني احنا وفرنسا ومكسيك اوروغواي او باراغواي مش متاكد وانجلترا احنا عملنا ماتش جامد جدا مع انجلترا التايم مثلا ممكن تكون قعدت 6 ساعات 7 ساعات الماتشين فدي كانت من ابرز المنتخبات اللي احنا لعبناهم طبعا لعبنا منتخب قطر وفزنا عليه في كاس العالم في المجموعات وعلى المركز ال14 وال15 اظن وبس من الماتشات اللي احنا فعلا زي ما شريف قال برضو احنا كاس العالم خسرناها بشرف كنا قريبين احنا كنا هنكسب انجلترا كان قريب جدا جدا يعني كسبنا اول ماتش وتاني ماتش خلص بالعافيه والمكسيك كنا والمكسيك برضو كنا هنكسبها قريبين في الماتشات دي بس احنا حصل معانا حاجه في كاس العالم كخلت الموضوع من الناحيه البدنيه صعب شويه علينا ان احنا المجموعه الوحيده اللي كنا خمسه فانت كنت بتلعب بلد 10 الصبح في دبي دبي 10 الصبح بالظبط وماتش بالليل الساعه 5 وحتى مش بعيد عن بعض يعني 10 بتخلص ممكن اول ماتش ثاني ماتش ثالث ماتش تخلص على الساعه 2 3 في نفس الملعب بتروح تروح تتغدى وترجع تلعب ثاني تلعب بلد ثاني فاهم قصدي الموضوع صعب ودبي حر وبنلعب مش في صاله مقفوله او كده فالموضوع كان يعني في منتخبات كان حظها احسن مجموعتهم كانت بلاد اقل وده ما حصلش معانا فده برده حط لود مثلا في ماتش المكسيك كان في فرق بين المكسيك ما كانتش لعبت ماتش الصبح احنا كنا لعبنا منتخب تاني الصبح فالموضوع ده طبعا ما كانتش احسن حاجه يعني القرعه والدنيا ما كانتش احسن حاجه يعني ما توفقناش فيها طبعا الحاجات دي في الرياضه يوم ليك ويوم عليك طبعاً. واحنا بنكسبت كل حاجه وخدت الخبره يكفي الخبره اللي احنا خدناها طب ليه الملاعب ما بتبقاش مكيفه
على حسب البطوله وتنظيمها. في بطولات بتكون في صاله مغلقه وده بيأثر جدا على طريقه اللعب طبعا. على فكره. وفي بطولات بتبقى في حته مفتوحه طبعا، عامل الهواء، عامل الشمس، عامل الرطوبه في الازاز. خلي بالك كل ما الدنيا بتكون رطوبه اكتر كل ما الازاز بيوقع الكره اكتر طبعا. يعني الحاجات دي بتغير التكتيك بتاع الجيم خالص. كل ما الدنيا بتكون حر كل ما الازاز بيخلي الكره تطير، فالجيم بيبقى اسرع اجريسيف اكتر. الكره بتخلص، النقطه بتخلص في ضربتين ثلاثه، عكس الصاله المغلقه. الصاله المغلقه في تكييف او كده يبقى اللعب تقيل شويه. فهي طبعا كلها بترجع لخبره اللعيبه وخبره المدرب. ما المدرب لازم بيقعد يوجه، انت الصبح بتلعب منتخب بيلعب بطريقه، بالليل بتلعب منتخب بيلعب بطريقه تانية. فهو المدرب هو اللي لازم يقعد يعمل التظبيطات الصغيره دي ويوجهك في الملعب. بس كويس ان يعني ما شاء الله الله اكبر، يعني انت بقالك سنه وشويه بتلعبها وانت كمان برضو نفس القصه، بس يعني عنده اكتسبت خبرات كبيره. طيب احنا السنه اللي فاتت استضفنا 7-8 بطولات دوليه، والسنه دي هنستضيفها ان شاء الله. هتشارك فيها كلها شريف؟ اوريدي كان في 3 بطولات وشاركت فيهم كلهم، واه يعني طول ما انا يعني اللي جايين دول هتشارك فيهم كله، بنشارك في كله. يعني احنا اصلا يعني بنحاول نسافر بره نلعب، فلما الاتحاد يجيب لنا البطولات دي في مصر الواحد حتى لو بره هيجي يلعبها فعلا. عشان دي فرصه، يعني احنا عايزين نلعب مثلا في السنه 15-20 بطوله، لما يكون في 8 في مصر في السنه عايزين نلعب 20 بطوله. مش هيجي لي واحده، مش هيجي لي واحده فوت عشان اسافر 12، وعشان طبعا التكلفه هتبقى اقل. يعني طب انت على المستوى الشخصي، انت النهارده هتلعب ال7-8 بطولات اللي كابتن احمد الغتواري اتكلم عنهم هتلعبهم هنا. طيب هتزود عليهم بطولات بره؟ انت على المستوى الشخصي ناوي تزود بطولات بره؟ انا اوريدي سافرت واحده لعبتها في السعوديه، وكان في برضو في بطولتين في قطر، واحده الشهر. طب السعوديه كان فيها كام لاعب مشارك مثلا فاكر؟ مصر؟ لا توتال بيكون في 50 لعيب مثلا العام كله. بس هي بتبقى اوبن اي حد بيشارك؟ يعني لو ريجستريشن وبتشارك اي حد بيشارك ولا لازم من خلال الاتحاد؟ لا اي حد بيشارك، بس لو الدرو يعني كمل في الاخر الرانك هو اللي بيحدد مين اللي يلعب. يعني لو هي مثلا عندك رانك دولي وهو ده اللي بيحدد انك تلعب ولا لا. بس يعني طب انت عارف رانكك الدولي 400 وحاجه مثلا؟ فده لو انت اللي تقدم مثلا، لو البطوله هتاخد 50 لاعب سي مثلا واللي قدم 100 بياخدوا احسن بالزبط. او اعلى 50 بالزبط. فانت هنا لازم الرانك الدولي بالزبط. مهم جدا. وهي البطولات برده مقسمه كاتيجوريز، فانا عارف اني بطوله اللي انا هتقبل فيها. يعني مش كلهم نفس الحاجه طبعا، فانا بشارك في البطولات اللي انا عارف ان انا هخش فيها والعب الدور الرئيسي. عشان طب انت السنه دي مثلا على مستوى كلاعب حطيت اجندتك السنه دي هتعمل ايه ولا لسه الاجنده الدوليه ما نزلتش؟ بعمل شهر بشهر، يعني انا زي ما بقول لحضرتك انا شهر بشهر. يعني طب البلان دي يعني مثلا لو قلنا الاسكواش البي اس ايه بينزل اجنده اول السنه واللعيبه بتخش تنمر على البطولات اللي هتلعبها وتبتدي تعمل ريجستريشن فيها مع فتح باب التسجيل. الكلام ده بيتعمل في البدل ولا هو البطولات موجوده وكل لعيب بيقرر حسب هو عارف يعني يعمل ايه. انا مثلا ممكن اسافر الاقي نفسي عايز اسافر 4 بطولات، اجي العب بطوله 2 الاقي مستواي مش كويس مثلا، فارجع اتمرن فاقول اجل البطولتين دول دلوقتي تاني مش هلعب وخلاص. لو لقيت والله ماشي كويس وبكسب طب ليه اوقف؟ انا مكمل معايا المومنتم موجود وكده، فاسافر وافضل اسافر العب كده بس كويس. طب يوسف نفس الكلام، يعني انت مثلا انت يمكن خدت التنس احترافي شويه وقعدت بره 6-7 سنين، فانت الجو ده عشته طول عمري. هو طول عمرك، فمش غريب عليك خالص. يعني انت يعني انت عارف الاجنده بتبقى نازله ازاي وبتتابع بالزبط. وفي بطولات بتبقى كلاس A وB وC بالظبط. هو على حسب التصنيف زي ما شريف قال، انا مثلا تصنيفي 230 دلوقتي على العالم، فانا ببقى عارف الكاليبر البطولات اللي انا اقدر اخشها. اول السنه باجي بحط الكالندر بتاع البطوله، بس برضو زي ما شريف قال انت ممكن مثلا لا قدر الله في شهر 3 من السنه تتصاب مثلا وعندك امتحانات بالظبط. في حاجات كتير قوي طبعا انت بتحط الكالندر او بتاع الاجنده بتاعت السنه كلها، بس ساعات بيحصل حاجات بتحتاج بقى تعمل شويه تظبيطات. يعني طب الاجنده دي بتنزل على الويب سايت بتاعت حد؟ طبعا 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 طبعا. اول السنه على طول البطولات كلها بتنزل، في بطولات ساعات بتنزل بعد كده بتتلغي يعني اكيد في برضو تغييرات زي التنس طول عمره كده اظن، زي الاسكواش برضو طبعا كله كده. فانت بتسجل بتعمل بلان، بس عاده ما حدش بيسجل السنه كلها او بيعمل بلان السنه كلها. ممكن مثلا تقسم السنه 4/4 بالظبط، يعني 3 شهور 4 شهور كده تحطها تستكت البلان، تعرف هتتمرن امتى، تعرف هتكون بتلعب بطولات امتى، تعرف محتاج تريح امتى. هو برضو خلي بالك البادل اسبوع ورا اسبوع. فانت لو سبت نفسك انت ممكن تفضل تلعب 20 اسبوع ورا بعض، فاهم قصدي؟ يعني هو الموضوع برضو لازم تعرف تهدي نفسك امتى عشان ما تصابش بالظبط. وخلي بالك البادل في حته الناس برضو مش واخده بالها منها قوي عشان اللعبه جديده، ان هي اللعبه بتتلعب على طريقتين. في طريقه اللي هي اجتماعيه الناس الاصحاب بيلعبوا، الناس اللي هو الفن،
وفي الطريقه البروفيشنال او الطريقه اللي هي التنافسيه. فاللعبه دي فيها اصابات، فيها اصابات كتير طبعا، يعني ست ساعات بتلعب ماتش ازاي؟ الموضوع جامد جدا بالظبط، عايز فتنس. يمكن انا وجهه نظري يعني عايزه فتنس اكتر من التنس. انا بالنسبه لي هي يعني انا بلعب تنس طول عمري، فهي الفكره انه حته الكارديو او حته النفس او كده في البادل مطلوبه اكتر، لان الراليز ممكن تلعب الكره بتجيلك من الازاز من وراك وبتجيلك من جنبك، فانت بتقعد حواليك الكره دقيقتين مثلا نقطه شغاله. يعني لو حضرتك شفت ماتش البادل مثلا اللي بيقعد ساعه هتلاقي النقطه شغاله مثلا 40 دقيقه. ماتش التنس انا بدي اكزامبل، ماتش التنس اللي بيقعد ساعه هتلاقي النقطه شغاله 15 او 20 دقيقه، الباقي بيجيب الكوره كده بتستعد للسيرف. كلامك صح بالظبط. فالحته النفس الرالي بتاع النقطه مش كبير في التنس بالظبط، اقصر من البادل. البادل انت لو لعبت ساعه منهم 50 دقيقه 40 دقيقه عشان الملعب مقفول بالظبط، عشان ملعب ازاز مقفول. طيب الرانك اولا الاتحاد الدولي منظم، يعني برضو عايزين نقول الاتحاد الدولي منظم زي الاتحادات المضارب الاخرى زي البي اس اي، زي الاتحاد الدولي منظم مظبوط. طيب الرانك بتاعك على حسب النقط اللي بتجمعها من البطولات، من البطولات. فطبعا زي ما قال برضو شريف ان انت بتجمع نقاطك اللي في مصر دي عايز تضمنها طبعا، عايز تضمن طبعا البطولات اللي في مصر، وبعد كده بتطلع بره. بس هقول لحضرتك حاجه، البطولات الدوليه برضو يعني انت لو رحت لعبت بطوله دوليه مثلا في اي بلد في اسبانيا او كده بكاتيجوري معين لو كسبتها بتأثر على رانكك المحلي، ما هو لازم يعمل كده عشان ما حدش كله يقعد يلعب في مصر، ما حدش يبقى عايز يطلع ويزق نفسه ان هو يلعب بره. لا صح. انت هتكسب بطوله بره هتسمع معاك، هتسمع معاك جوه، وده منطقي جدا لان صح. المستوى كده كده بره وعلى مستوى العالم بيكون اعلى من المحلي في اي بلد عامه. صحيح. طب شريف اقوى بطولات في الاجنده، يعني مثلا هنقول في التنس في بطولات اسمها جراند سلام، بطولات هي دي اللي يعني رولان جاروس على ويمبلي مع انا مش فاكرهم قوي يعني لانجراس ويمبلدن، استراليا المفتوحه، امريكا المفتوحه، يعني كلنا بنتفرج على تنس وبنحبه. في عندنا في البادل كده في عندنا بطولات البادل اجمد حاجه تعتبر اسمها ميجر. فين في اي بلد؟ لا بتعمل في بلاد كتير، كان في فرنسا من شهر بتلف مش مرتبطه ببلد زي التنس، قليلين زي التنس. في التنس الاربعه الكبار هم اسمهم كده، استراليا امريكا مكانهم ثابتين يعني ثابتين يعني بس قصدي اكتر من التنس. مش اربعه هم اكتر، اسمها ميجر. ميجر واللي يجي تحتها على طول اسمها بي 1، ومصر مستضيفه واحده كمان اسبوعين بي 1. بي 1 بي 1 دي موجود، بي 1 دي برضه ما لهاش مكان ثابت او مدينه ثابته او بلد ثابته، بتلف هي بتبقى ثابته. بس انا قصدي ان انا يعني هم كتار فانا مش حافظ مكانهم فين، بس هم كتار. بيبقى في فرنسا، بيبقى في الارجنتين، في اسبانيا، في قطر واحده كبيره برضه. طيب قبل ما نختم زي ما عملت مع جورج ومهندس احمد الغتواري او كابتن احمد الغتواري، طموحاتك الشورت تيرم واللونج تيرم ايه؟ طبعا طموحاتنا كلها واحده، الواحد يقدر يخش طبعا توب 100 تبقى حاجه كويسه، لو واحد قدر يحقق احسن من كده يبقى يا ريت. والواحد نفسه مع المنتخب في كاس العالم السنه الجايه ان شاء الله نبقى من اول 8 بلاد على الاقل، يعني هيحصل يا شريف ان شاء الله. يوسف حلمك شورت تيرم ولونج تيرم ايه بقى؟ والله انا يعني بحاول على قد ما اقدر اعمل اللي انا كنت بعمله في التنس بعمله دلوقتي في البادل. فانا شايف ان انا ان شاء الله لو مشيت الدنيا صح وعرفت اسافر اتمرن صح واقعد اتمرن هنا صح ونظمت الدنيا هتوصل ان شاء الله. انا ان شاء الله شايف ان انا ممكن اوصل من التوب 20 على العالم، يعني انا لسه قدامي، انا 25 سنه برضو يعتبر في الرياضه مش صغير مش كبير، ممكن سنه ونص سنتين تجيب الرانك ده بالظبط. بس ان شاء الله بس تشتغل صح وتشتغل على نفسك. بس الشباب بره برضو مش سهلين. لا الله اكبر عليك. الشباب الاسبان والارجنتينيين وكده بيلعبوا اللعبه من هم اطفال، فاي ثينك ان انا ممكن مثلا اخد 4-5 سنين على بال ما ابتدي اعرف اقول ان انا اقف في وسط الشباب التوب في اللعبه دي. وانا شغال على الحلم ده، ويعني ما فيش حاجه بعيد عن ربنا ان شاء الله هتوصل له، وهنحتفل مع بعض ان شاء الله باذنك ان شاء الله. يوسف حسام نجم منتخب مصر في البادل، بشكرك نورتني وشرفتني. شرف ليا، ميرسي لحضرتك. شريف مخلوف نجم مصر في البادل ومنتخب مصر ايضا لاعب والبطوله العربيه كان ليك دور كبير، بشكرك يا شريف نورتني وشرفتني. الله يخليك، شكرا. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا عن البادل، زي ما شفتوا عالم تاني، قصه كبيره، اكبر لعبه في العالم بتتقدم وبتنتشر بشكل مرعب وبتحجز مكانها. مين يعرف ممكن في يوم من الايام نلاقي البادل لعبه اولمبيه، وده انا مش مستبعده بعد الانتشار الرهيب لهذه اللعبه. اشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.